السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة المنصورة شوبينج. النهاردة ريفيو مميز، وزي ما وعدتكم ان كل اسبوع ان شاء الله يبقى معانا كابتن جديد. النهاردة معانا كابتن رامي السيد. كابتن رامي من الناس المميزة في المجال ده، وان شاء الله يديكم نصايح مفيدة جدا لأي حد محتاج يسمع اي معلومات مفيدة في الرياضة وازاي يبتدي. نتعرف يلا بينا على كابتن رامي الاول. السلام عليكم، ازيك يا كابتن؟ النهاردة الناس حابة تتعرف عليك الاول. انا كابتن رامي السيد، عندي 28 سنه، سيرتيفايد فيتنس ترينر ماي سي سي، عايش في المنصوره، ومعظم شغلي في المنصوره وبره المنصوره، وبمرر الناس اونلاين وبرايفت بره مصر وجوه مصر. بس فشوفي انت عايزه تسالي عن ايه وانا معاكي. تمام، تعالوا نبتدي الاول نسال كابتن. لو انا حابه، طبعا مش انا كبنتي يعني، لو انا حد حابب ان انا ابتدي في مجال الرياضه وعايز اعرف ايه النصايح المهمه اللي لازم امشي عليها عشان ابتدي في الفيتنس عموما يعني. طيب، هو مبدئيا هو المشكله ان الناس بتيجي تخش الجيم مش فاهمه اي حاجه. ففي البدايه لازم تبقي فاهمه ان انت عشان تخشي تتمرني لازم تتمرني صح. تمام، مش موضوع الاوزان خالص. تمام، وما ينفعش اقارن نفسي بواحد مثلا بيتمرن بقاله 3 او 6 شهور او بقاله سنين بيتمرن، العب زيه يعني، اقلده مثلا، اشوف هو بيتمرن ايه واتمرن زيه. ده غلط جدا. تمام، ده ممكن يجيب لي اصابه، وفي نفس الوقت هيخليني اكره اللعبه، لان تاني يوم هبقى تعبان جدا ومجهد وعضلاتي مجهده جدا، فمش هقدر اتمرن. فلازم احنا نتمرن بطريقه صحيحه، وننسى موضوع الاوزان ده، ونهتم بالتغذيه كويس، ونهتم بالنوم، ونبقى فاهمين احنا بنعمل ايه، مش اي حاجه وخلاص، وما نقلدش حد. تمام، في حاجات اساسيه لازم ابتدي بيها، ولا انا المفروض بروح مكان وبتعامل مع المكان ده، ولا ايه بالظبط يعني؟ الحاجات الاساسيه اللي ممكن تبتدي بيها ان انت تهتمي بالتغذيه. تمام، لازم تاكلي بروتين كويس. لو انت حد اوفر ويت هتهتمي بالكارديو، لو انت حد بيزود وزنه هتهتمي طبعا بان انت تظبطي اكلك، تزودي البروتين والكارديو مع بعض، مش البروتين بس. ولازم تتمرني تمارين مقاومه اكتر شويه من الكارديو. تمام، طيب دلوقتي يا كابتن انت عارف طبعا موضوع الكورونا وان الدنيا رجعت تاني، وفي ناس قلقانه جدا من نزولها الجيم، هل في حاجه معينه تنصحها بيها؟ هو مبدئيا مش هنعرف نتمرن في الجيم بالكمامه. لانك انت محتاجه اكبر كم من الاكسجين عشان تقدري تتمرني يعني، تحرقي. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نتمرن بجلوفز بجوانتي، وفي نفس الوقت هنسيب مسافات. يعني انا مثلا ما بقاش شايف محمد صاحبي ولا خالد صاحبي في الجيم واخش اسلم وابوس والكلام ده. ايوه، على العرق والكلام ده. فهنهتم بالمسافات، انا ببقى واقف اللي جنبي بعيد عني بمتر او مترين على الاقل. تمام، وفي نفس الوقت انا لما بقوم مثلا من على جهاز بمسح مثلا عرقي، او بيبقى معايا معقم مثلا او كحول برشه على المقبض بتاع الجهاز اللي انا بمسكه، وفي نفس الوقت ببقى مأمن نفسي وبعيد عن الناس كلها. تمام، برضو عايزين نسأل، لو الناس دلوقتي حابة تعمل دايت، هل في برنامج معين بنمشي عليه؟ ايه النصايح المفروض اعملها لو انا حابب حاجة زي كده؟ بصي، عشان نعمل دايت انا بشوف ناس كتير بتعمل دايت على 700 سعر حراري، 500 و600 وارقام غريبة كده ملهاش اي لازمة. ده غلط، لان الدايت مش برنامج. في نفس الوقت انا عشان انا اعمل دايت لازم يكون دايت صحي. الدايت الصحي اللي هو انا بنزل من الكالوريز اللي محتاجه يوميا من البي ام ار بتاعي مثلا، او من الكالوريز اللي انا محتاجها كمان في الحرق وانا بتمرن والكلام ده، ممكن انزل منه مثلا من 300 ل 600 سعر حراري. انا بلاقي ناس بتنزل بال 2000 سعر حراري وبال 1500 دهب، ده بيجي على حساب جسمهم. في نفس الوقت انت بعد فتره هتلاقي وشك خس، مش قادر تتحرك، مش قادر تتمرن، وممكن كمان الحرق عندك يبقى بطيء. تمام، في اكل معين تنصح بيه الناس اللي يعني؟ هو الاكل الدايت عامه بيبقى اكل هيلسي، ما فيهوش دهون ولا سكر كتير. في نفس الوقت انا ممكن مثلا اخلي الاكل بتاعي بدل ما يبقى فيه صوص ويبقى محمر والكلام ده، هيبقى مسلوق. البهارات فيها مشكله ولا عادي؟ ايه البهارات ما فيهاش مشكله، بس ما نقفرش في الملح والسكر يعني. تمام، بعد شويه عن السكر بالذات، الملح برده ما نقفرش فيه، بنقلل الملح بتاعنا ما بنقطعوش، عشان قطعه الملح دي غلط. الناس لازم تبقى فاهمه ان الملح هو اللي بيوصل البروتين للعضله. تمام، ومسؤول عن مشاكل في القلب يعني، لو قدر الله حد قطع ملح مره واحده او عمل مشكله ان هو يشيل الملح خالص من الاكل، ده يعمل له مشاكل قلبيه او مشاكل في البوتاسيوم هيقل من جسمه، مشاكل كتير يعني. تمام، دلوقتي يا كابتن لو انا بختار كابتن معين، هل في شروط معينه بختار على اساسها الكابتن، ولا اي حد بيشتغل معايا؟
لازم المدرب بتاعي اللي انا بختاره يكون سيرتيفايد، لازم يكون دارس فاهم هو بيعمل ايه، مش صح على نفسه مدرب في الجيم. أيوة. وما بختارش بناء على الجسم برضو، ما بصش ان المدرب جسمه حلو يبقى هو كده فاهم، لا ناس كتير جسمها حلو بس مش فاهمين. لان اللعبه علميه اكتر ما هي عمليه. تمام. ولازم المدرب ده يكون واخد باله يعني مركز معايا ومتابعني كويس، فاهم هو بيعمل ايه عشان يوديني لاسفل طريق والطريق الصحيح ان انا اوصل للفورمه اللي انا عايزها من غير ما يحصل لي اي مشاكل واكون كمان حابب اللعبه. تمام. بنشكر جدا كابتن رامي، واتمنى يا رب المعلومات النهارده تكون عجبتكم، ولو حابين تتواصلوا مع الكابتن انا هسيب لكم الجروب او الصفحه بتاعته، تقريبا الجروب ولا صفحه لينك الصفحه بتاعته، ان شاء الله هو لو في اي حاجه هيرد عليكم بنفسه. واتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وشير لو الفيديو عجبكم.